هنايا غادي نقومو غادي نحاولو اننا نتعاملو مع مدرقني هذا غادي نحاول اننا نتعاملو مع هاد الحماية غادي نحاول نحكها هكايا انا بس تعمل هذوك اللي تردوا لي باش لا ها انت سؤال ما محلو هنا رغم اننا الاي سيات كنهزوهم بهذا سميتو فلاكس بالفلاكس معايا الدريب صافي خلي داكشي خلي داكشي انا بغيت كنا تنتبه هنا انتبه ليا ما داكشي كله حلو سهل هنايا لاحظ معايا ان سمون قال لك واش ما نديروش فلاكس هنايا واخا دير فلاكس لا يجدي نفع فهمتي كيفاش لا يجدي نفع نهائيا ما يجدي ما يعطينا حتى شي نتيجه لان فيه الحمايه لتحت هذا بوردة اخرى كارت ميرو وحده اخرى باش اننا نقومو باخذ الناند فلاش وغادي نقومو بعمل برمجه لهذا الاي سي لان الاي سي اللي قمنا بالازاله ديالو البارحه فهو اي سي مضروب معطوب ديال الناند فلاش طيب دابا ديك البيانات ديال داك الاي سي ديال البارح غنردوها في هذيك هي يعني الداتا ديال المسح ديالو الاي دي اس ان كلشي يعني حنا غادي ناخذ باك اب ليه محمد دابا راه غادي فين غندخلو عندنا في لي بوكس كلشي حطو منا في لي بوكس نعم غنمشي عند اي بي بوكس ويت اي الله يعطيك الصحة زيد نعم كما كنشوفوا نعم الايفون نعم كان في التالي كذلك نعم هو الان مر بسلام الحمد لله غادي نقوموا الان ب غادي نجمعوا الاخر غادي نجمعوا له ان شاء الله لافيشور ديالو ونقوموا بالتيست ان شاء الله هما راه هنايا شوف كنقول لكم الحاجه راه عندي في اليد هي خليك يستنى طيب هذا هو الجهاز ديالك الاخ السميه ديال هذا المكازا شو السميه ديالو اسامه مكازا اخ اسامه مكازا الجهاز ديالو مصاوب كاميرا الكاميرا ديالو المسائل طيب الاذان يلا و وقف لا بلاتي
طيب هذه يعني حصه من دوره فاس 15، كما معكم اخوكم عز الرشيدي وكذلك الاخ محمد من الحسيمه والاخ امين من فاس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في درس اخر ان شاء الله.